يمكن قراءة هذه الزيارة على أنها تغريد خارج السرب الأوروبي، ربما يمكن القول أنها خارج السرب الغربي، والغرب كما قلنا ربما وكما بات واضح أيضا ليس كتلة واحدة، على عكس ما يروج الأمريكي والبريطاني في هذه المرحلة، لأنه يريد أن يأخذ القوة الغربية ككتلة واحدة ويستفيد منها ويجيرها في حروبه وفي خصوماته مع الصين ومع روسيا، ولكن هذا الأمر ليس حقيقة وليس واقع. هنالك فرق كبير بين مصالح الاتحاد الأوروبي ومصالح أمريكا ومصالح بريطانيا، وهذا واضح جدا اليوم من خلال هذه الزيارة. من يعرف يعني كيف تدار الأمور في كواليس الاتحاد الأوروبي يعرف أن هذه الزيارة لا يمكن أن تأتي بشكل انفرادي، وعندما نتكلم عن ألمانيا نحن نتكلم عن أوروبا ككل، فهي عماد الاقتصاد الأوروبي، هي قلب الاقتصاد الأوروبي، وهي لا شك أيضا عماد السياسة الأوروبية. وبالتالي أولا يعني وفق الآليات التي تحكم السياسات بعد ما يعني الاتحاد الأوروبي لا يمكن لدولة بحجم ألمانيا أن تذهب بدون إجماع وبدون أن يكون هنالك تنصير. القضية عندما نسمع ربما أصوات منتقدة من هنا أو هناك في الاتحاد الأوروبي في هذه الظروف وفي ظل الهيمنة والضغوطات الأمريكية، هي لا تعد كونها توزيع ربما أدوار ويعني المحاولة بشكل أو بآخر تخفيف الضغوطات الأمريكية على القارة الأوروبية وتغطية هذه الزيارة بشكل أو بآخر على أنها ربما تكون يعني لا تحظى بإجماع كامل، ولكن في الواقع لا، هنالك إجماع وهنالك تنسيق وهنالك ترتيب، وهذا وهي تعبر بشكل أو بآخر عن قرار